بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انفع بعلم شيخنا وعمله، وبارك فيه وسدده وزده إحسانا وتوفيقا. اللهم آمين. اللهم عمنا جميعا بالرحمة والمغفرة يا أكرم الأكرمين. وبعد، فقال الشيخ الإمام محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري في كتابه المسمى نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الأهلة، قال الشيخ رحمه الله: الأهلة جمع هلال، وجمعها باعتبار هلال كل شهر أو كل ليلة، تنزيلا لاختلاف الأوقات منزلة اختلاف الذوات. والهلال اسم لما يبدو في أول الشهر وفي آخره، وفيه بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه، وأن ذلك لأجل بيان المواقيت التي يوقت الناس عباداتهم ومعاملاتهم بها، كالصوم والفطر والحج ومدة الحمل والعدة والإجارات والأيمان وغير ذلك. ومثله قوله تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. والمواقيت جمع الميقات وهو الوقت. وقد جعل بعض علماء المعاني هذا الجواب، أعني قوله قل هي مواقيت، من الأسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب بغير ما يرتقب، تنبيها على أنه الأولى بالقصد. ووجه ذلك أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها ونقصانها، فأجيبوا بالحكمة التي كانت الزيادة والنقصان لأجلها، لكون ذلك أولى ما يقصد السائل وأحق بأن يتطلع لعلمه. وأن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلى بيته، بعد إحرامه قبل تمام حجه، لأنهم يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم. وقال أبو عبيدة: هذا ضرب المثل، والمعنى ليس البر أن تسألوا الجهال، ولكن البر التقوى وأن تسألوا العلماء، كما تقول: أتيت هذا الأمر من بابه. وقيل: هو مثل في جماع النساء، وأنهم أمروا بإتيانهن في القبور لا في الدبر، وقيل غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالآية، هذه الآية التي ذكرها صاحب نيل المرام، ويعني موضوعها فيما يتعلق بالأهلة، ما يتعلق بأحكام الأهلة، ومقصود بالأهلة والحكمة في هذه الأهلة اللي هي جمع هلال، التي هي جمع هلال. وتضمنت الآية، هذه الآية تضمنت مسألتين أو قضيتين، كل واحدة منها، يعني الآية فيها جزءان: جزء يتعلق بالسؤال عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، والجزء الثاني يتعلق بإتيان البيوت من أبوابها، وما كان يفعله الأنصار وبعض العرب كذلك. الأنصار وبعض العرب، ليس الأنصار فقط، ولكن هذه اشتهروا بهذا العمل كما سيأتي الكلام عليه. وسبب النزول لكل شطر من هذين الشطرين، أو جزء من هذين الجزئين في الآية، يعني كما قلنا فيها مسألتان أو جزئان، لكل جزء فيه سبب نزول ورد به أو جاء به سبب نزول. فالجزء الأول اللي قلنا وهو السؤال عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، فهذا سبب نزول مشهور يذكرونه دائما في كتب التفسير،
وهو من رواية أو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم سألوا نقلا أو رواية عن معاذ ابن عباس رضي الله عنهما ينقل عن معاذ بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لماذا أو كيف أو ما الحكمة أو ما السبب في أنه يبدو صغيرا في المحاق ثم يكبر إلى أن يصبح بدرا ثم بعد ذلك يصغر ثم إلى أن يدخل في مرحلة الاستسرار أو المحاق، والمحاق ميمه مثلثة يعني يقال محاق ومحاق ومحاق والأشهر بالفتح، وهو أن يستسر الهلال في أول الشهر وفي آخره ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية، ما يرى لا في أول النهار ولا في آخره، هذه يسمون المحاق أو المحاق أو المحاق ثلاثة مثلثة يعني بضم الميم وبفتحها وبكسرها. فهذا الحديث الذي يذكرونه أو يرونه ويريدونه في كتب التفسير ومن ممن أورادهم كذلك المصنف هنا في نيل المرام رحمه الله تبعا لغيره من المفسرين يعني أنهم سألوا عن الحكمة في الأهلة، ما هي الحكمة في أن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ويتم حجمه في منتصف الشهر ثم بعد ذلك يصغر، ما الحكمة في ذلك، ما هو السبب وما الحكمة في ذلك؟ فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة، لكن هذا السبب أو هذا الحديث لا تقوم بحجة مع انتشاره مشتهر موجود في تقريبا في كل كتب التفسير إلا النادر وفي كتب أسباب النزول كذلك للواحدي وللسيوطي وغيره، هذا الحديث ليس مما يثبت مثله. لماذا؟ لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قالوا هذه أوهى الطرق، أضعف يعني أضعف الطرق عن ابن عباس هي هذه التي روي منها هذا الحديث، أوهى الطرق، ما هو بس فقط واهية ضعيفة، أوهى يعني أفعل تفضيل، أكثر الطرق ضعفا عن ابن عباس هي هذه التي روي بها أو ورد منها الحديث الذي في سبب في بيان سبب النزول. يعني اشتهار هذا الحديث وانتشاره بين المفسرين وأصبح يعني أصبح قل ألا يذكره أحد، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في هذا الاشتهار؟ يعني ما دام أن الحديث بهذه الدرجة من الضعف وأنه يعني من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فهو على ضعفه وعلى يعني عدم ثبوته منتشر وموجود وحتى ذكره المصنف هنا كما قلنا تبعا لغيره. قال يعني قالوا بأن السبب ذلك كما ذكره صاحب تفسير المنار الشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله، قال السبب في ذلك هم علماء البلاغة، السبب في انتشار هذا الحديث في سبب هم علماء البلاغة، يعني ليسوا علماء الحديث الذين انتشروا هذا الحديث باعتبار أنه سبب نزول، لكن السبب هم علماء البلاغة. وكيف ذلك؟ قال لأنهم يذكرونه دليلا أو حجة على ما يذكرونه في موضوع أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم. ما معنى الأسلوب الحكيم؟ يعني أن السائل يسأل سؤالا فيجيب فيكون الجواب على غير توقعه، إن ينقله المسؤول إلى جواب بعيد عن ما كان يتوقعه، وذلك لحكمة وهي أن الجواب أو المجيب أجابه بما هو أنفع، يعني ترك الجواب عن السؤال الذي هو سأل عنه وأجابه عن شيء آخر، لأن الجواب بهذه الطريقة أو بهذا الصيغة أو بهذا أنفع للسائل، فيسمونه أسلوب الحكيم. فكونوا أن السؤال عن الأهلة جاء الجواب عن ماذا؟ السؤال عن حقيقة الأهلة، لماذا؟ ما الحكمة في هذا الوضع للأهلة كذا تبدأ صغيرة وتنمو وتكبر؟ هم سألوا عن هذا، لم يسألوا عن إيش؟
لم يسألوا عن الغرض أو الفائدة من الأهلة. فجاء الجواب في الآية الكريمة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني اتركوا، كأن الله تعالى يقول، أو معنى الآية أنكم لا اسألوا عما هو أنفع لكم، وهو أن الحكمة من هذه المواقيت، وليس السؤال ما تستفيدوا من حقيقتها، أو الجرم هذا كيف صغير وكيف كبر وكيف، هذا لا فائدة فيه. ولأنكم كما قال، هذا لو كان واحد يعني طالب علم يسأل فلكيا لقلنا أن هذا مجال تخصصه، لكن هؤلاء يسألون نبيا صلى الله عليه وسلم، والنبي ليس فلكيا حتى يسأل عن الأجرام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس فلكيا، فليس طالب علم يسأل فلكيا، وإنما هؤلاء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس فلكيا بلا شك. فإذا السؤال الجواب جاء على ما ينفعهم، وهو الكلام على المواقيت، البيان فائدة المواقيت وأنها مواقيت للناس والحج. فالمهم أنه وإن كان الحديث لم يصح في سبب نزول الآية، لكن ليس معناه أن هذا لم يقع، السؤال لم يقع، السؤال عن الأهلة ليس معناه أن الحديث من ناحية الإسناد لم يصح، لكن السؤال وقع ولا ما وقع؟ وقع السؤال، وقع بدليل لدلالة الآية نفسها. الآية تقول إيش؟ يسألونك عن الأهلة، فالسؤال عن الأهلة قد وقع، وإن كان الحديث الوارد في بيان سبب نزولها لم يصح، لكن السؤال وقع، يسألونك عن الأهلة سواء كان هؤلاء أو غيرهم، والجواب فيها في نفس الآية: قل هي مواقيت للناس والحج. الشطر الثاني من الآية وهي: ليس البر أن تأتوا البيوت، ليس البر أن تأتوا البيوت من جهورها، ولكن البر من اتقى، لكن البر، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. هذا أيضا لها سبب نزول، يعني الآية نفسها في بدايتها لها سبب نزول، وفي أثنائها، لأنها قضيتان، القضية الثانية في سبب نزول آخر كذلك، وهو ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان الأنصار إذا حجوا، يعني في الجاهلية هو ما مستمر على ذلك، لكن إلى أن جاء هذا البيان في هذه الآية، كانوا إذا حجوا أو اعتمروا لم يدخلوا البيوت من الأبواب، بل أنهم يدخلونها من ظهورها، بل أنهم يتسوروا الجدار البيت، فلا يدخل من الباب حتى لا يصيبه سقف، إذا دخل من الباب أصبح تحت سقف الحجرة، وهو لا يريد ذلك، لأنهم كانوا يعتقدون أن من البر، هكذا كانوا يعتقدون، أن من البر أنهم إذا حجوا لا يدخل، لا يحول بينهم وبين السماء حائل، لا يحول بينهم وبين السماء حائل، ويعتقدون أن ذلك من البر، يعني يفعلون ذلك برا وتدينا، تبررا وتدينا. فأنزل الله تعالى هذا في قول في حديث البراء، أنزل الله تعالى هذه الآية أو هذا الجزء المتعلق بهذه المسألة، وهي قول: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا السبب صحيح مخرج في الصحيح، فيه بيان الحكم ما كان يفعله الأنصار وبعض العرب، من أنهم كانوا يعتقدون أنه إذا حجوا لا يدخلوا، إذا رجعوا من الحج لا يدخل البيوت من أبوابها، ولكن يدخلونها من ظهورها، أو يتسوروا، يقفز على السور يدخل، المهم أنه لا يكون تحت سقف البيت، تحت سقف الحجرة، حتى يخرجون له الغرض وكذا في خارج الدار، حتى لا يصيب أو لا يكون تحت السقف. وهذا يفعلونه كما قلنا تدينا وتبررا، يعتقدون هذا من البر ومن التدين ومن عبادة الله. فنزلت هذه الآية لبيان أنه ليس البر هذا الذي ليس من البر فعلكم هذا، ولكن البر بر من اتقى الله، بر من اتقى الله أي من امتثل أوامره، تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو البر.
أن البر من ولكن البر بر من اتقى. الخبر كان معناه البر لا ليس البر أن تأتوا البيوت المظلمة، ولكن البر بر من اتقى، يعني من امتثل الأوامر وانتهى عن النواهي وجعل بينه وبين بين معصية الله وقاية، حاجز يقيه عن التردي في وهدة المعاصي. فهذا هو الذي يعني أجاب أو بين سبحانه وتعالى لهم من مما يتعلق بهذا الجزء من الآية. الأهلة، يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال كما قال المصنف رحمه الله، جمع هلال، وهو الذي يكون في أول الشهر، في أول ليلتين وفي آخر ليلتين كذلك، وقيل إلى ثلاث لا يعلين. اسمه هلال في هذه الفترة، يكون اسمه هلال، القمر يكون اسمه هلال في هذه الفترة، في يومين إلى ثلاثة من أول الشهر وآخره. وقال بعضهم لا، إلى أن يغلب أو يطغى ضوءه على سواد الليل، ويكون ذلك إلى السابع، ليلة السابع استمر اسمه، استمر هلالا إلى ليلة السابع كما قال بعض أهل العلم. والمقصود بالأهلة الشهور، المقصود بالأهلة الشهور، الهلال لأنه شهر، لكن الهلال واحد، وهو سبحانه عبر عنه بالأهلة، وذلك من حيث كونه أن كل هلال، كل شهر له هلال، فأصبح كأن كل شهر استقل بهلال لوحده فصارت أهلة، يعني هلال شوال، هلال رمضان، هلال، كأن كل هلال أصبح مستقلا بشهره، فمن هذه الحيثية صارت أهلة، كأن ليست هلالا واحدا ولكن أهلة، باعتبار أن لكل شهر هلالا فسميت أهلة من هذه الحيثية، وهي كون أن كل شهر يكون له هلال فيستقل به. وسمي هلالا لأن الناس يستهلون، الاستهلال رفع الصوت، يرفعون الصوت بالإشارة، يرفعون الصوت بالإشارة إليه أو بالدلالة عليه، يعني في محله، في مكان ظهوره في السماء. من ذلك نقول استهل الصبي صارخا، يعني صرخ، رفع صوته أو الأول أو في لحظة ولادته رفع الصوت، واستهل بالتلبية، رفع صوته بالتلبية، استهل بالتلبية، رفع صوته بالتلبية، استهل بالدعاء بالذكر، رفع صوته بالدعاء، فهو استهلال رفع الصوت بالتلبية. والشهر، قلنا الهلال هو المقصود به الشهر، لأن هو اللي يعبر بها، يدل على الشهر، على دخول الشهر وخروجه. وقد يعبر عن الهلال بالشهر كما قال الشاعر: أخواني من نجد على ثقة، والشهر مثل قلامة الظفر، والشهر مثل قلامة الظفر. يقصد بالشهر إيش؟ الهلال. الشهر مثل قلامة الظهر، قلامة الظهر مثل شكل الهلال، فقد يطلق الشهر ويراد به الهلال، مثل قول هذا: والشهر مثل قلامة الظهر. أما الشهر فسمي شهرا لأن الناس يشهرونه بالإشارة إليه للدلالة على طلوعه أو ظهوره، فيشهرونه يشيرون إليه فيشتهر عندهم أو يشتهر بظهوره، فمن معنى الاشتهار يشهر بالإشارة إليه، يشهرونه بالإشارة إليه، فلذلك سمي شهرا، فالأيدي تشهره بالإشارة إليه والدلالة عليه. المراد بالمواقيت كما قال المصنف رحمه الله: جمع ميقات، وهو الوقت أو منتهى الوقت، وكذلك يطلق على بيان مقدار المدة، بيان مقدار المدة، الزمن، يعني هذا يطلق في الأصل على الزمن، توقيت مأخذ من الوقت، ولكن توسع فيه فأطلق أيضا كذلك على الموضع والمكان، على الموضع والمكان، ومنه المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجاج، والتي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأمصار. فالأصل فيه التوقيت هو الميقات الزماني لأنه من الوقت، لكن أيضا ما يتضمن التوقيت من التحديد،
يقال وقت أيضا حدد كذلك توقيت تحديد أيضا في معنى التحديد، فأصبح كذلك الموضع أو بالإضافة إلى الزمان أيضا المكان، المواقيت المكانية كذلك لأنها فيها تحديد مكان محدد يحرم منه الحجاج. وبيان المدة كذلك أيضا سميت بها كذلك. فبينت الآية إذن الحكمة من المواقيت. ما هي الحكمة من المواقيت؟ قال أن الحكمة هي أنها يعني يستعيد بها الناس أو يرجع لها في صومهم وفي إفطارهم وفي حجهم ومناسكهم وفي يعني عدة النساء في بعد طلاقهن أو بعد وفاة أزواجهن، وفي حلول أو في حل الدين الديون لما متى تحل ما كذلك، فالعقود في المعاملات هذه كلها مرتبطة بالأهلة فهذه حكمة التوقيت أو حكمة يعني كون أن الأهلة مواقيت للناس وللحج. المواقيت فيها فائدة أو فيها من حكمتها أنها توقيت لهذه الأمور يستعين بها الناس أو يرجع الناس إليها في صومهم وفي حجهم وفي مناسكهم وإلى غير ذلك من أحداث، لكنها كذلك في الحج مواقيت لهذه الأهداف التي يحتاجها الناس وللحج كذلك. والتنصيص للحج نص على الحج لأنه لا يحتاج إلى معرفة وقته، لابد من معرفة وقته وكذلك حتى ينفي النسيء أو التأخير. القصد هو نفي النسيء وهو التأخير الذي كان يفعله أهل الجاهلية والذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئ عدة ما حرم الله. فالمهم ما كان يفعله أهل النسيء هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية من العبث بالشهور، يقدمونه وآخرون يقدمون الشهر الحرام وآخرونه عن مواقيته أو التي حددها وقتها الله تعالى وفي الشرع حتى يحجوا في غير الأوقات، يؤخرون المحرم إلى صفر، يخلون الشهر الحرام يجعلونه بدل المحرم إلى صفر ليحجوا في غير وقت في غير الشهر المحرم اللي هو محرم، في غير شهر الحجة يخلونه إلى محرم. المهم أن هذا كان عبثا من ما يعمله أهل الجاهلية الذي هو النسيء وهو تأخير الأشهر الحرم، تأخير الأشهر الحرم عن وقتها المحدد ليكون في ذلك يعني ما يبغونه ويقصدونه من تغيير في التحديد الذي هو محدد في الأصل. وأفرد الحج بالذكر كما سمعتم لأنه يحتاج في معرفته إلى الوقت وكذلك لما فيه من إبطال النسيء وهو التأخير الذي كانت تفعله الجاهلية. بعد ذلك يأتي الكلام على مسألة حكم الإحرام بالحج في غير أشهره، لأن الآية قالت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج يعني أن هذه الأهلة هي مواقيت فائدتها كما سمع فيها الناحية وفائدة كذلك للحج. فمعنى ذلك أنها كما هي مواقيت يعرف بها الناس هذه الأمور التي سمعتم في الحج وفي في 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 الفطر وفي الصيام وفي الحج وفي أعيادهم وغير ذلك، كذلك أيضا ما يتعلق بالحج هي مواقيت الأهل مواقيت للناس وللحج. فالذين فهموا أو قالوا معنى الآية أن الأهل مواقيت للناس وللحج قالوا أنه بناء على ذلك ما دام أن الأهل مواقيت للناس وللحج الاثنين مع بعض، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يحرم بالحج في أشهره في غير أشهره، أن يحرم في الحج في غير أشهره. أشهر الحج ما هي؟ أشهر الحج ما هي؟ شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور أهل العلم، وعند مالك أنها إلى آخر شهر الحجة بأكمله. المهم أنهم لما كانت المواقيت
مواقيت الحج الأهل مواقيت للناس وللحج، معنى ذلك أن فهم بعض أهل العلم بعض الأئمة أنه يجوز أن يحرم بالحج في غير أشهره، لأنها مدام أنها مواقيت للناس وللحج فمعنى ذلك أن الله تعالى جعل هذه الأهلة موضعا وزمانا للحج، كلها يعني كل الأهلة جعلها زمانا وموضعا للحج، وهذا الذي ذهب إليه من الأئمة مالك رحمه الله وأبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ذهبا إلى أنه يجوز أن يحرم أو أن يحرم الحاج بالحج في غير أشهره، ما دام أن الأهلة مواقيت للحج، يعني جميع الأهلة ليست خاصة بأشهر الحج، فلذلك يجوز أن يحرم في غير أشهر الحج. والذي عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره. لماذا؟ لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات يعني محددة مخصوصة، ليست كل الأهلة، ليست في جميع السنة، ولكنها أشهر معلومة محددة حددها الشارع، فلذلك لا يجوز ولا يصح الإحرام في غير أشهر الحج، ولا ينعقد إذا أحرم به في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه، ولا يجوز له ذلك ولا ينعقد إحرامه لهذه الآية. وقد رد أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن على علماء مذهبه، هو مالك المذهب ابن العربي، ليس ابن العربي الصوفي صاحب الفتوح فتوحات المكية، لكن ابن العربي الفقيه المالكي المشهور، رد في كتابه أحكام القرآن على علماء مذهبه، فقال إن بعض علماء مذهبنا تعلقوا بهذه الآية، وهي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فقالوا أن هذه المواقيت عامة في كل الحج، في كل يصح أن يحرم بها ما دام أنها مواقيت للناس وللحج، هذه الأهلة كلها، فلذلك يعني هذا تخريج أو تأكيد لما ذهب إليه مالك رحمه الله، لكن هو رد ذلك وقال هذا ليس بصحيح، رد على القول وقال ليس بصحيح، لأن الله تعالى حدد هذه الأشهر، لأن الله تعالى ذكر بأن أشهر الحج معدودة محددة، ليست في كل شهر وليست في كل وقت، وإنما هي محددة، فرد عليهم رحمه الله على علماء مذهبه وقال أنه تعلق بهذه الآية وليس لهم متعلق فيها، بل الصواب أن الحج لا يكون إلا في أشهر الحج، لأنها أشهر معلومة محددة مبينة، فلا يصح أن يستحد يعني يحتج بهذه الآية على أن المحرم أو أن للحاج أن يحرم في غير أشهره. وبقي بعد ذلك الكلام على سبب نزول قوله تعالى ليس البر، هذا تقدم الكلام فيه، لكن روى كذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا هو وعبد بن حميد في مسنده، روى حديثا عن تابعي، عن رجل تابعي وهو رفاعة ابن حبتر تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل، يعني ما في صحابي، تابعي عن الصحابي، الحديث عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مروجد فيه صحابي، ليس فيه صحابي، ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دارا ودخل معه أصحابه، وجاء الصحابي هذا الذي اسمه رفاعة بن تابوت، فتسور على طريقة الأنصار، لأن هذا كان بعد الحج، تسور عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل من فوق السور، ثم
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من هذه الدار، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، فخرج معه الأنصاري وكذلك من الباب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لماذا؟ قال: ما حملك على ما صنعت إنك خرجت من الباب بينما دخلت متزورا؟ فقال: خرجت فخرجت بخروجك، يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما فعله من أنه يتسور كما حصل منه في الدخول. هذا الحديث الذي ذكروه أيضا حديث ضعيف، حديث ضعيف لماذا؟ لأنه مرسل تابعي، التابعي حبتر هذا ينقله ولم يذكر فيه الصحابي، والحديث المرسل كما هو معلوم من أنواع الضعيف، قد نص على إرساله وضعفه الحافظ ابن حجر في الإصابة وفي فتح الباري كذلك، فهو حديث ضعيف. هذا بالمناسبة على الكلام على سبب نزول هذه الآية، ورد في هذان الحديثان الحديث السابق الذي سمعته وهو الذي رواه البخاري عن البراء بن عازب، والحديث الثاني هذا الذي ذكره ابن جرير الطبري وكذلك عبد بن حميد، ونقله الحافظ ابن حجر في الإصابة وفي فتح الباري ونص على أنه مرسل، فهو حديث ضعيف أيضا كذلك لا يتقوم به الحجة. والسبب في مجيء السبب المجيء في مجيء هذه يعني أن اقتران، يعني قد يستشكل الإنسان أو يسأل ما علاقة السؤال عن الأهلة بإتيان البيوت من ظهورها في آية واحدة؟ قال: السبب في ذلك أن الآيتين اتفقتا في وقت واحد عند السؤال، يعني حصلت القضيتان في وقت واحد، فجاء الجواب عنهما معا، فجاء السؤال الجواب عنهما معا، لأن السؤال حصل في القضيتين في وقت واحد، القضيتان حصلتا في وقت واحد، السؤال عن الأهلة وكذلك السؤال أو هذه الحالة المتعلقة بظهور بدخول البيوت من ظهورها كانتا في وقت واحد من حيث السؤال عن الأهلة ومن حيث اتيان البيوت من ظهورها، فجاءت الآية متكلمة أو بينة القضيتين معا لأنها جاءتا في وقت واحد. والبيوت وقت البيوت من أبوابها، يعني اختلف في المقصود في البيوت، هذه مسألة ثانية. البيوت قرئ بالكسر وقرئ بالضم، بيوت وبيوت، بيوت بيوت بالكسر وبيوت كلها قرئت بالحركتين أو بالضبطين. البيوت اختلف في المقصود بهذه البيوت في الآية، ما المقصود بيوت؟ البيوت هل هي المنازل المعروفة المعتادة، أو هو مثل، أو المقصود به النساء؟ البيوت النساء، ثلاثة يعني معاني أو محامل حملت عليه. الأول أن المقصود بها البيوت المعروفة، والثاني أنها مثل ضربه الله تعالى لأن يوجه أنظار المسلمين على أنهم أن يأتوا الأمور من وجهها، كما قال سمعت المصنف قال أنه كان يقول: لا تسألوا الجهال، اتركوا سؤال الجهال وأتوا الأبواب فاسألوا العلماء واسألوا من يعني يكون لديه الجواب واتركوا سؤال الجهلاء، يعني أنه مثل، قال بعضهم قال أنها مثل كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. والقول الثالث أو التأويل الثالث أن المقصود بالبيوت النساء، والمقصود أنه وقت البيوت أبوابها، يعني الأمر أن هذا أمر من الله تعالى بإتيان النساء من حيث أمرهم ومن حيث أمركم الله، من حيث أمر الله تعالى. لكن هذان التأويلان بعيدان، التأويلان بعيدان، والصواب هو الأول أن البيوت هي البيوت المعروفة، البيوت المعروفة بدليل حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري أنه قال أنهم كانوا يدخلون البيوت من ظهرها، نص على أن البيوت هي المنازل، فما في داعي لهذين التأويلين، تأويلان بعيدان ولا علاقة لهما بهذا. لكن المهم أنه قيل في تأويل البيوت هذه الأقوال الثلاثة، إما من المنازل، وإما أنه مثل ضربه الله تعالى، أو أنه المقصود بالبيوت النساء، ولكن الصحيح هو الأول أنها المنازل المعروفة بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي ذكرناه في بيان سبب نزول الآية. وأخيرا فيما يتعلق بفوائد هذه الآية، فائدة عظيمة جدا ومهمة،
يعني تؤسس أو تدل على قضية كبيرة، وهي أن التقرب إلى الله تعالى بإتيان البيوت من ظهورها ليس من البر. وهذه قاعدة، يعني هذا التقرب إلى الله تعالى بإتيان البيوت من ظهورها، والذي بيّن الله تعالى أنه ليس من البر كما تعتقدون، هذا يؤخذ أو أخذ منه أهل العلم فائدة عظيمة، وهي أن ما لم يشرعه الله تعالى قربة لا يكون قربة إذا تقرب إليه أحد به، يعني أو متقرب، يعني واحد تقرب بعمل يقصد بهذا العمل القربة إلى الله تعالى، لكن الله تعالى لم يشرع هذا العمل ولم يجعله قربة، فعمل هذا المتقرب لا يجعل هذا العمل قربة. ونظير هذا، نظير أن الذي عندنا في الآية أن إتيان البيوت ليس من البر وليس يعني ليس عملا مشروعا، وأنه رده، أن الله تعالى رد على من يفعله. نظير هذا ما ورد كذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وأبو داود وغيرهما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فرأى أو لاحظ رجلا قائما والناس ينظرون إليه، يعني رجل قائم والناس ينظرون إليه، يعني وضع غير معتاد وغير مألوف، فسأل عنه، رجل واقف وفي الشمس والناس كلهم جلوس وهو قائم وفي الشمس أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسأل عنه ما هذا، من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، وأبو إسرائيل مختلف في اسمه من الأنصار لكن اختلف في اسمه، فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، هذه واحدة، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، هذه ثانية، يقوم ولا يقعد ولا يستظل، الثالثة لا يتكلم، يقوم ولا يقعد ولا يستظل، ما يقعد في ظل المسجد أو في ظل أي ظل يضعه على رأسه، لا يستظل ولا يتكلم، ساكت ويصوم، هذه أربعة، يقعد يقوم ولا يقعد، لا يستظل لا يتكلم، يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، مروه فليقعد، اجلس يجلس، لأنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع، قولوا له، قولوا له اقعد، فليقعد وليستظل، يدخل لا يجلس في الشمس، وليتكلم وليتم صومه. فهذا الحديث دليل على أن هذه القرب، الأعمال التي تقرب بها يظن أبو إسرائيل أنها قربة إلى الله عز وجل، أبطلها من؟ أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن بطلانها، هذه لا ليست مشروعة، يجلس أقعد ويتكلم ويستظل، وبقي فقط أثبت أو أبقى الذي وافق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصوم، فأبطل ما ليس بمشروع، وهو هذا العمل الذي ظن أبو إسرائيل أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، ولكنه ليس مما شرعه الله تعالى، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما يوافق شريعة الله عز وجل، وليس بل هو مبتدع، أمر بهذه الطريقة نذر مبتدع، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذوا منها قاعدة أن من تقرب بعمل لم يشرعه الله عز وجل فإنه لا يكون قربة بتقرب هذا التقرب، مو لأنه هذا تقرب به خلاص أصبح مشروع، لا، هذا ينظر في هل يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مبتدع ليس له أصل في الشرع. فهذا الذي يعني واقعت أو حدثت أبو إسرائيل هي موافقة أو نظير ما حصل من الأنصار، من أنهم ظنوا أنهم
إذا دخلوا إذا رجعوا بعد الحج والعمرة إذا دخلوا البيوت من ظهورها أنها حتى لا يحول بينهم وبين السماء حائل، ظنوا أن هذا من القربة ومن العبادة التي يثيبهم الله عز وجل عليها، فأبطل الشارع ذلك. جاءت الآية ببيان أن هذا ليس من البر، وأن البر هو بر المتقي الذي اتقى الله عز وجل. نعم. قال الشيخ الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه المسمى معالم السنن في شرح سنن أبي داود رحمه الله، قال: ومن باب المرأة تحج بغير محرم. قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال الشيخ رحمه الله: قلت: في هذا بيان أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها. وإلى هذا ذهب النخعي والحسن البصري، وهو قول أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية أو راهويه. وقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة من النساء. قلت: المرأة الحرة المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي لا تكون رجلا ذا حرمة منها، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منها، فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة. فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية. وعامة أصحاب الشافعي يحتجون في هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. قالوا: فوجب إذا قدرت المرأة على هذه الاستطاعة أن يلزمها الحج، ويتأولون خبر النهي على الأسفار التي هي متطوعة بها دون السفر الواجب. قلت: وهذا الحديث إنما رواه إبراهيم ابن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد ابن جعفر عن ابن عمر، وإبراهيم الخوزي متروك الحديث، وقد روى ذلك من طريق الحسن مرسلا. والحجة عند الشافعي لا تقوم بالمراسيل، وشبهها أصحابه بالكافرة تسلم في دار الحرب في أنها تهاجر إلى دار الإسلام بلا محرم، وكذلك الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار قالوا والمعنى في ذلك أنه سفر واجب عليها، فكذلك الحج. قلت: ولو كانوا سواء لكان يجوز لها أن تحج وحدها ليس معها أحد من رجل ذي محرم أو امرأة ثقة، فلما لم يبح لها في الحج أن تخرج وحدها إلا مع امرأة حرة ثقة مسلمة دل على الفرق بين الأمرين. يعني كما هو معلوم أن طريقة الخطابي رحمه الله في هذا الكتاب وهو معالم السنن أنه ما يشرح كل باب، بل حتى ولا كل حديث، حتى يأتي إلى الباب فقد يشرح منه ما يرى أنه في حاجة إلى الشرح، إما من ببيان يعني درجة الحديث أو تفصيل حكم أو بيان غريب، يعني لفظ غريب في الحديث، أو جمع بين متعارض، يعني على وفق أو على ما يرى، على حسب ما يرى في الحاجة للشرح. ما يشرح كل حديث ولا كل باب، فترك قبل هذا الباب باب يتعلق بحج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يشرحه، وهو حديث ابن أبي واقد الليثي. حديث ابن أبي واقد الليثي قال هذه، ثم أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه بعد حجها بعد أن حججنا معه: هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة بعد ذلك ظهور الحصر، كناية أو إشارة أو تعبير عن لزوم المنازل. وهذا في كلام من ناحية أنه هل هو منعهم الحج بعد ذلك أو ليس منعا، والصحيح أنه ليس منعا لهن، وإنما هو بيان أنه ليس عليهن حجة بعد حجة
أو الحجة التي حججنا بها حجة واحدة، وأن أن الواجبة حجة واحدة في العمر، كما سبق في الدرس الماضي أنه حديث الأقرع بن حابس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فتطوع. هذا وتكلمنا عن الأمر، هل يقتضي التكرار الأمر إذا جاء الأمر، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي. المهم أن هذا الحديث الذي تركه الشارح رحمه الله هو فيه دلالة على أن الحج مرة واحدة فقط، الواجب مرة واحدة ولا يتكرر، وليس المقصود به منع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أنهن يحججن، فقد حججن بعد ذلك. هذا في عهد عمر رضي الله عنه كان متوقفا، عن كان عنده توقف، فكان يعني لا يسمح أو لا يذن لهن بالحج، لا يذن لأمهات المؤمنين الحج، إلى أن كان العام الأخير من حياته رضي الله عنه فسمحه لهن أو أذن لهن بالحج فحججنا. ثم بعد ذلك مضى على هذا العمل عثمان ابن عفان رضي الله عنه فحججنا أو حج بهم عثمان وعبد الرحمن ابن عوف. وهذا كله يدل على أنه ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر بقوله صلوات الله وسلامه عليه، هذه يعني هذه الحجة ثم ظهور الحصر، لكن ليس المقصود أنهم لا تحججن أو منع، ليس المقصود أن يمنعون من الحج، ولكن المقصود أن يبين لهن أن الحج مرة واحدة وأنه قد قضينا ما عليهن ولا يجب عليهن غير هذه الحجة. والدليل على ذلك أنهن حججن، ثبت أنهن حججن كما ذكر ذلك ابن سعد بإسناد صحيح في إذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في آخر سنة في خلافته، أذن لهن بالحج فحججن. وكذلك حججن أيضا في عهد المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما كان واليا لمعاوية على الكوفة، أيضا حججنا في ذلك الوقت أو في ذلك الزمن. فهذا كل دليل على أن المقصود عن الحج فقط مرة واحدة، أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه ثم ظهور الحصر، يعني أن عليكن حجة واحدة فقط. ثم بعد ذلك جاء فقال باب، قال أبو داود رحمه الله باب في المرأة تحج بغير محرم، يعني الأحاديث الواردة في هذا. هذا الحديث كما أخرجه هنا صاحب الأصل الإمام أبو داود السجستاني، كذلك أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة أيضا، ومسلم كذلك أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، والترمذي في جامعه كذلك، فأصبح حديثا متفقا عليه بين الشيخين، وبالإضافة إلى أبي داود كذلك أخرجه الترمذي في جامعه. لكن لفظ الحديث عند البخاري، لفظ الحديث عند البخاري والترمذي يوم وليلة، لأن عندنا حديث رواية أبي داود إيش تسافر مسيرة ليلة، لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، هذه رواية أبي داود. لكن رواية البخاري لنفس هذا الحديث ورواية مسلم كذلك والترمذي مسيرة يوم وليلة، مو ليلة فقط، مسيرة يوم وليلة. والمسيرة هي السير، المقصود به السير، مصدر ميمي المقصود به السير، مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها. المحرم، ما هو ضابط المحرم؟ ما هو ضابط المحرم؟ قالوا المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه، أو من تحرم عليه على التأبيد لسبب مباح لحرمته، هذا ضابط المحرم الذي يجب على المرأة أن يعني أو يشترط لحجها أن يكون محرم لها، أن يكون يعني صاحبها وتكون تخرج في محرم، أن يخرج معها محرم، أو أن هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، يعني حرمة مؤبدة مثل إيش؟ نعم تحرم عليه على التأبيد، حرمة مؤبدة، المحرمات المؤبدة مثل العمة ومثل الخالة ومثل الأخت، حرمة مؤبدة فيصير محرم على التأبيد لسبب مباح، لسبب مباح فتخرج به الموطوءة بشبهة. قال الموطوءة بشبهة هذه محرمة لكنها ليست لسبب مباح، سبب غير مباح وهو الوطء بشبهة، فيخرج فيصير الذي وطئ امرأة في شبهة لا يصير محرم لها
ما يصير محرم لها، لأن هي محرمة، لكن لما كان التحريم ليس بسبب مباح بل بسبب غير مباح وهو الوطء بشبهة لا يكون محرما لها، يعني ما يكون محرما لها. كذلك لحرمتها يجب أن يكون أو الضابط في المحرم الذي يحج مع المرأة أن يكون محرما عليها لحرمتها، تخرج بها إيش؟ بهذا القيد لحرمتها تخرج به الملاعنة. الملاعنة محرمة لكن ليس لأجل لأن هي محرمة بذاتها، لكن بسبب اللعان، سبب اللعان. فلذلك لا يكون الواحد لما لو لاعن رجل امرأة فيكون النتيجة أنه إيش؟ يفرق بينهما، أليس هذا الحكم؟ يفرق بينهما. لكن يكون هذا الملاعن محرما لهذه الملاعنة؟ لا يكون، لأنه وإن كانت محرمة عليه كما هو الحكم، لكن السبب أنها ليست لحرمتها هي لكن بسبب اللعان. فهذا ضابط المحرم. والروايات في بيان المدة التي يعني أو المسافة، أقصد المسافة في تحديد المسافة التي يشترط لها المحرم، ما نقول متعارضة ولكنها كثيرة يعني متباينة. ففي بعض الروايات يوم، في بعضها ليلة، لا تسافر مسيرة يوم، لا تسافر مسيرة ليلة، لا تسافر مسيرة يوم وليلة، لا تسافر مسيرة يومين، لا تسافر مسيرة، لا تسافر مسيرة ثلاث. فهذه كلها. وفي رواية رابعة أو خامسة لا تسافر بريدا، وهذه رواية كلها صحيحة من ناحية الصحة، كلها صحيحة، ما لكن تباين في المسافة التي يشترط لها المحرم، ليلة ليوم بليلة، ليلتين ثلاثة. ولذلك يعني صار الجمع بين هذه الروايات واجبا أو ضرورة، لأن هذه الروايات أصبحت كأنها في الظاهر ظاهر متعارضة. ويجمع بينها أو جمعوا بينها بأن قالوا بأن السبب في اختلاف هذه الروايات هو السبب إيش؟ سبب السائلين، السبب هم السائلون الذين يسألون. فكما قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى لما ذكر هذا الحديث في كتاب في السنن الكبرى، قال أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل تسافر المرأة مسيرة يوم بدون محرم فيقول لا، هل تسافر مسيرة يوم فيقول لا. سؤال ثاني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تسافر المرأة في مسيرة يومين بدون محرم فيقول لا. سؤال ثالث يسأل هل تسافر المرأة بدون محرم مسيرة ثلاث فيقول لا. فلما تكرر السؤال تكرر الجواب على حسب السؤال، وهذا هو سبب اختلاف الروايات. ولكن الذي يترجح ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله لما سرد الإمام مسلم طريقة أن يورد الروايات كلها، يورد كل الروايات المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، الروايات الشواهد والمتابعة كلها في موضوع واحد، ليس على طريقة البخاري الذي يقطع الحديث حسب مواضع الاستشهاد وحسب الأحكام التي تكون في الحديث يقطع، لكن هذه مسلم يريدها كلها في مكان واحد. فالذي في الأحاديث الأخير الذي ذكره مسلم لما ذكر هذه الروايات، ذكر رحمه الله حديث ابن عباس ختم به هذه الأحاديث ولفظه مطلق، رواية ابن عباس رواية مطلقة، فقال لا تسافر، لا تسافر امرأة بدون تحريم، لم مطلقة بغير محرم. هذه آخر الرواية التي ذكرها مسلم رحمه الله في آخر هذا الباب، باب الحج محرم، مطلقة لا تسافر مع إلا مع ذي محرم، ما ذكر لا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة، لا أكثر ولا أقل، رواية مطلقة. فهذا دليل على ماذا؟ دليل قالوا أن هذه الرواية الصحيحة التي في صحيح مسلم والتي ختم بها روايات هذا الحديث على طريقته رحمه الله في إرادة الروايات المتعددة للحديث في مكان واحد، هذا دليل على ماذا؟ أو استفادوا من ماذا؟ أن كل ما يسمى سفرا فإنه يشترط له المحرم، كل ما يسمى سفرا بدون نظر إلى المدة، لدلالة هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله خاتما به أو ختم به روايات هذا الحديث، ما ذكر فيه مدة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ما ذكر فيه أي مدة. وبعضهم قال لا تحمل هذا الإطلاق على التقييد، لكن هذا الصحيح أن كل ما يسمى سفرا يشترط له المحرم.
بعد ذلك انتقل إلى الحكم. تكلم هو الشارح رحمه الله على حكم سفر المرأة بغير محرم. نقول أولا أجمعت الأمة على أنه يجب على المرأة حجة الإسلام. المرأة ألا يجب عليها حجة الإسلام مثل الرجل؟ هذه مجمعة، الأمة مجمعة على ذلك، أن المرأة يجب عليها حجة الإسلام، يجب عليها مثل الرجل تماما، يجب عليها ما دامت مستطيعة. ولله، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله. فهذه تشمل الرجل والمرأة، تشمل الرجل والمرأة. فإذا المرأة مستطيعة يجب عليها الحجة الإسلام كالرجل تماما، وذلك لعموم هذه الآية، ولأن استطاعتها كاستطاعة الرجل. الزاد الراحلة، سواء قلنا الزاد الراحلة أو أمن الطريق أو عدم، المهم مثل الرجل تماما في موضوع الاستطاعة، في تحقق الاستطاعة. فإذا تحققت الاستطاعة فهي كالرجل، لكنهم اختلفوا في حكم المحرم لها، هل هو من الاستطاعة أو ليس من الاستطاعة. فالذي عليه الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي على أنه شرط لا بد منه، لا بد أن تحرم. مو الشافعي، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، الذي ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله على أن المحرم شرط ولا يصح لها أن تحج بدون محرم عند أبي حنيفة والإمام أحمد. وإن كان أبو حنيفة قال بأنها لو كانت المسافة بينها وبين مكة، المرأة التي تريد الحج لو كانت المسافة بينها وبين مكة ثلاث مراحل، أقل من ثلاث مراحل، فلها أن تحج بدون محرم. لكن المهم أن الأصل عنده أن المرأة لا تحج بدون محرم عند أبي حنيفة مثل الإمام أحمد. واستدلالا بهذه الأحاديث، وعند الإمام أحمد أيضا رواية أخرى أنه شرط لوجوب الحج وليس فإذا لم يكن محرم لم يكن. لا قلنا هذا أبو تكلم عنه، لكن في رواية أخرى أن الحج شرط من شروط السعي وليس بشرط من شروط الوجوب. يعني أنها إذا معنى ذلك أن المرأة في على حسب هذه الرواية إذا اجتمعت فيها الشروط الخمسة كلها، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، قلنا بشرط إسلام كذا، حرية، عقل، بلوغ، قدرة، للي الشروط الخمسة اجتمعت فيها ولم تحج فماتت ولم تحج واجتمعت، لكن اجتمعت فيها الشروط الاستطاعة الخمسة، فإنها ما دام أنه شرط للسعي يخرج عنها حجة، لازم يخرج عنها حجة، يخرج عنها حجة. هذا على حسب الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه شرط للسعي وليس شرطا للوجوب. ولكن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه شرط، أن المحرم شرط لا يصح لها، ما يصح منها حج إلا إذا كان معها محرم. المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي، الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي أن لها أن قالوا المحرم ليس بشرط بحال، ما هو شرط بحال من الأحوال. فمالك رحمه الله قال لها أن تحج، يعني حجة الفريضة، الكلام كله في حجة الفريضة، لها أن تحج حجة الفريضة مع جماعة النساء، مع جماعة النساء. الإمام الشافعي قال لها أن تحج مع امرأة مسلمة حرة ثقة، يجوز لها أن تحج بدون محرم عند الإمام الشافعي مع امرأة مسلمة حرة ثقة. يعني حتى لما الذين أجازوا الحج بدون محرم ما خلوا مفتوح هكذا، لا، فمنهم من قال بأن تحج مع جماعة النساء، ما تحج هكذا لوحدها، هذا عند مالك رحمه الله. عند الشافعي تحج بهذه الشروط، أن تكون تحج مع امرأة مسلمة حرة ثقة. فالذين قالوا بأن المرأة تحج بلا محرم مثل الإمام مالك والشافعي، أدلتهم على هذا، استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. وسمعتم كما قال الشارح رحمه الله الإمام الخطابي، مع أنه شافعي المذهب، لكنه يرد على مذهبه واختار بوجوب، اختار وجوب المحرم ورد على علماء مذهبه، كما سمعتم كلامه الآن أو قبل لحظات، رد عليهم في قولهم أو في إباحتهم أن تحج بلا محرم.
مع مرأة كما قال الشافعي رحمه الله مرأة حرة مسلمة ثقة من النساء. المهم أنهم استدلوا عليه بحديث الزاد والراحلة وبين أنه حديث ضعيف. ليس فقط هو، الأئمة يعني جمع من الأئمة النقاد تكلموا على حديث الزاد والراحلة بأنه ضعيف، كما سمعتم فيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهذا متروك الحديث. وقد استوعب الدارقطني الإمام الدارقطني حافظ عصره عمر بن علي الإمام الدارقطني في كتابه سنن استوعب طرق هذا الحديث كلها وفي العلل وفي كتاب العلل أيضا وبين أنها ضعيفة، كل فرق الحديث ضعيفة، حديث الزاد والراحلة لا يحتج به. هذا الدليل الأول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لعدي بن حاتم لما جاء لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاد عليه قال له يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت، تقصد البيت البيت الحرام، ليس معها جوار، لا تخشى إلا الله عز وجل. فهذا قالوا دليل على أنها خرجت ما في محرم، ما ذكر المحرم شيء، فمعنى أنه ليس بواجب. وأيضا قالوا أنه سفر واجب، قالوا الحج سفر واجب ما يلزم فيه ما يشترط فيه محرم لأن هذا سفر واجب، وشبهوه أو قالوا هذا مثل إيش، مثل الأسيرة، المرأة المسلمة لما تكون أسيرة عند الكفار فتمكنت من الخروج من عندهم، هربت من عندهم، هذه نقول لها لا ترجع بيتك بلدك اجلس عندهم ولازم تجي بمحرم، ولا تخرج بنفسها إلى بلدها هاربة، لا ما يشترط لها محرم، تخرج بدون محرم. الأسيرة التي تكون عند الكفار وتمكنت من الفرار منهم فإنه بالاتفاق أو لا خلاف في أنها تخرج بدون محرم حتى ترجع إلى أهلها، ترجع إلى المسلمين. كذلك المرأة الكافرة، الكافرة التي أسلمت بين كفار، هذه إن تريد أن تذهب إلى المسلمين نقول لها أيضا لا لازم محرم، لا هذا معنى أن تجلس عندهم ما في محرم، ما عندها محرم. فهذا أيضا استدلوا على أنه هذا السفر الحج سفر واجب مثل هذين مثل هاتين الحالتين. المهم أن الخلاف هذا سببه قالوا أنه تعارض ظواهر الأحاديث هذه مع ظاهر الآية. الظاهر الآية أن المقصود أن الحج بالاستطاعة بالبدن، الآية ظاهرها يدل على أن الإسراع بالبدن فقط ما في شيء آخر، لكن الأحاديث دلت على أنه لا بد من المحرم، فالتعارض ظاهر هذه الآية مع ظواهر الحديث هو السبب الذي لأجله وقع الخلاف بين الأئمة في اشتراط المحرم للمرأة في الحج أو عدم اشتراطه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن للمرأة التي من القواعد من النساء التي يئست بالنكاح لها أن تحج إذا كانت آمنة، إذا آمنت على نفسها لها أن يجوز لها أن تحج بغير محرم. هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في المذكور في اختيارات الفقهية وفي مختصر الفتاوى المصرية وفي غيرها من مجموع الفتاوى أن يجوز لها أن تخرج أن تحج إذا كانت آمنة على نفسها بدون محرم. قال وهذه رواية عن الإمام أحمد، قال هذه رواية عن الإمام أحمد أنها يجوز لها أن تخرج بدون محرم إذا أمنت على نفسها، قال هذه رواية عن أحمد وهو مذهب مالك والشافعي، رواية عن أحمد ومذهب مالك والشافعي كما تقدم كما سمعتم قبل قليل. قال فيجوز لها، هذا الذي اختاره رحمه الله يجوز له، يعني بس في هذه الحالة مو مطلقا، بس نأخذ القضية كذا، قال بهذه الحالة إذا كانت من القواعد من النساء يأست من النكاح وكانت آمنت على نفسها، هذا الشرط الثاني، فيجوز لها أن تخرج إلى الحج بغير محرم. قال هذه رواية عن الإمام أحمد، يعني هذا مضمونها، وهو قول مالك والشافعي. هذا انتهى كلامه رحمه الله، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولمن له حق
حق علينا ولجميع المؤمنين، وأن يوزقنا وإياهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.